نعم. سؤال يتعلل البعض، حقيقة السؤال من شقين. أولا اللي هو النظام اللي هو الدوام الرسمي للحكومة للدولة، تجد البعض يأتي متأخر نصف ساعة أو يخرج من الدوام أيضا نصف ساعة، وأحيانا يخرج مثلا يتأخر ساعة أو أكثر، فما أدري إيش رأي الشيخ. الظاهر هذا لا يحتاج إلى جواب، لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئا، فكذلك يجب أن لا ينقص من حق الدولة شيئا، فلا يجوز الإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ولا أن يتقدم قبل انتهائه. ولكن البعض الشيخ يتحدث انه ما في عمل اصلا، يعني العمل الانتاجيه قليله فعلا. المهم ان انت مربوط بزمن. نعم. نقول للموظف انت مربوط بزمن لا بعمل، يعني قيل لك هذا الراتب على ان تحضر من كذا الى كذا، سواء في عمل ام لم يكن في عمل، فما دامت المكافاه مربوطه بزمن فلا بد ان نستوفي هذا الزمن، يعني ان نوفي هذا الزمن، لا بد ان نوفي هذا الزمن، والا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلا. هنا.